Assalamualaikum, ya Ustaz Nabil. Ismi Kamil Fadil. أدرس في جامعة رولينز كوليدج في مدينة وينتر بارك في ولاية فلوريدا. في هذا الفيديو في هذا الليل أريد أتكلم عن ثلاث أشياء. الأول أريد أتكلم عن عائلتي، وبعد أتكلم عن بيتي، وبعد أتكلم عن مدينتي. منذ 20 سنة، منذ 19 في سبتمبر في 194 أنا أسكن مع عائلتي في بيتي. في بيتي أسكن مع أمي جميلة وأبي جهاد وأخي كبير جميل وأخي صغير جعفر. أخي كبير جميل يدرس في الجامعة يدرس في جامعة University of Central Florida، وهو يدرس الدواء، يريد أن يكون دكتور في physical therapy. وعنده 21 سنة، وبعد هو يعمل في المستشفى في مع العالم في الـ emergency room. هو يحب الدواء والعالم في الـ emergency room. أنا لا. وبعد عندي أخي صغير جعفر. جعفر عنده 16 سنة. وبعد هو بعد في مدرسة يدرس في أوك ريدج هاي سكول. جعفر مثل جميل يريد أن يكون دكتور، لكن جعفر يحب عمل في دنتست، ويريد يدرس الدواء مثل جميل. أبي وأمي جهاد وجميلة يعملون مع الطيارات، ولأن هذا أنا أحب كثير الطيارة. أنا أطير كثير في مدينة أورلاندو. عندي صور، هذا صور. في هذا الصور أنا وأمي في الطيارة، ونحن في هذا الصور بعد. أنا طيار منذ 3 سنة، و أشاهد كثير شيء في أورلاندو في الطيارة. وبعد في الطيارة أنا أشاهد بيتي، و بيتي هو الأصفر. عندي بيتي لا صغير ولا كبير. بيتي عنده هو 4 غرفات و4 حمام. في بيتي عندنا كثير حفلة. أبي وأمي يحبون أن أتكلم مع صاحبهم، وأنا وجميل وجعفر
نهب المثل مثل أمي وأبي بيتي بيتي أنا بالنسبة لي بيتي كثير جميلة وأريد أن عندي بيتي مثل بيتي عندي يا السلام عليكم شكرا يا أستاذ نبيل و سأشاهد في الصف مع السلامة شكرا